سؤال حلقتنا النهارده بنقول مين في رمضان ما ينفعش تفوت رمضان من غير ما تفطر عنده؟ في ناس واخده الاجابات بعد ما شفناها على اساس العيله، وفي ناس برضه فهمت السؤال زي ما انا بتكلم مين من بره نطاق العيله، لان العيله دي جزء موجود من حياتنا لا يتجزأ. خلينا ناخد ارائكم وتعليقاتكم ونشوف كل واحد فهم السؤال ازاي ومجاوب ازاي. بسمه جمعه السندوبي بتقول صباح النور على عيونكم، امي ربنا يكبر بخاطرها ويشفيها ويبارك في عمرها ويحفظها ويحفظ امهات كل الناس يا رب يا رب امين. عندنا توب فان لصفحتنا سهام هيكل بتقول كان زمان ايام وجود امي وابويا وحماتي لازم نفطر عندهم الله يرحمهم جميعا، ودلوقتي خلاص بنفطر على حسب الظروف يعني عند اي حد بالشكل ده. عبد الحكيم فهيم الحائز بيقول صباح الخير يا مصر، صباح الخير عليكم. طبعا بابا وماما من زمان وكانوا معودني على اني ما افطرش بعيد عنهم مهما حصل ظروف، ولما توفى الاثنين ربنا يرحمهم بقت عاده عندي مستحيل افطر بره البيت مهما حصل، بحافظ اني دايما افطر بره البيت. انا بحب افطر في البيت برضه طبعا. عندك ميدو جابر بيقول بيت تيتا وبيت عمتي بيبقى تجمع العيله كلها، بيبقى جو حلو وانا بحب التجمع الاسري، ويا رب يحفظ كل ايامنا ويجعل كل ايامنا فرح وسرور. شكرا ليك يا ميدو. هيثم المصري بيقول صباح الخير عليكم وعلى كل اهل مصر الطيبين، اول يوم في رمضان لازم الفطار انا واخواتي يكون مع ست الكل والدتي ربنا يحفظها ويطول في عمرها، لان بجد رمضان من غيرها ما بيبقاش مش بيحلى غير بيها، وربنا يحفظها ويشفيها شفاء لا يغادر سقما يا رب. طيب انا عايزه اقول حاجه. السؤال طبعا اهميه العيله مهمه جدا، لكن في ناس بتبقى بتتعامل على الموضوع الفطار عند العيله وكانه جزء لا يتجزا من رمضان، يعني مثلا ما ينفعش اقول اصل انا رمضان ده مش هصوم، فبرضه ما ينفعش اقول اصل انا رمضان ده مش هينفع افطر عند العيله. ايوه ده جزء لا يتجزا من الطقس كله على بعض. بس انت قصدك الاصدقاء يعني. يعني ما هو مين الشخص، ممكن يبقى صديق ممكن يبقى بتاع، لان محمد ابو روكه اتكلم عن القصه دي وقال ان في اربع اشخاص اصدقاء طفوله لازم نفطر سوا في يوم رمضان، واللي ما بقاش رمضان هم خالد عبد العزيز، عصمت فاروق، محمد نعيم، وليد احمد، ذكرهم بالاسم. تحياتنا ليكم كل يعني ليكم كلكم، ودايما يا رب متجمعين في الخير. ربنا دايما يجمعكم زي ما محمد ابو روكه عمل منشن لاصحابه، انتوا كمان اعملوا منشن لكل الناس اللي ما ينفعش ما تفطروش في رمضان عندهم، وما ينفعش رمضان يعدي من غير ما تفطروا معاهم. خلينا مشاهدينا نروح لفاصل ونرجع تاني نكمل معاكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر.